لا الجماعة بيلعبوا لعب، لازم تخلع لهم القبعة. ويعني هذا ما سمح بنشره وللحديث بقي. الفخ اللي اتعمل اللي هو ايه، نتنياهو هو جالانت هيطلع يقول لك ما حصلش، نطلع على طول نلبسهم في الحيط. فعشان كده نتنياهو وجالانت النهارده لم يعلقوا على هذا الامر، مع انه حادث جلل ان انت بعد 233 يوم تقوم باسر جنود جدد. وطبعا الكوميكس اللي شغال على السوشيال ميديا بين الاسرى الجداد والاسرى القدام، بعت ناس عشان تفك الاسرى فدخلوا جنب اخواتهم، خش جنب اخواتك رابع في الكرسي ورا. ده حدث مزلزل وهقول لكم دلوقتي. فهم الجماعه بيلعبوا، هو ده اللي سمح بنشره، مش دي العباره اللي دايما بيتكتب في الاعلام الاسرائيلي سمح بنشره؟ طيب يا حبيبي، او ده اللي سمح بنشره. للحديث بقيه، اطلع بقى قول انه ما حصلش. الجيش الاسرائيلي طلع امبارح وقال انه لم يختطف لنا جنود. طب اطلع يا نتنياهو انت وجالنت تقول كده عشان نوريكم كل حاجه. طيب خطورة العملية دي ايه بقى يا جماعة؟ أنا قلت الكلام ده النهاردة، خطورة العملية دي خطورة شديدة الإبهار. الحادثة طلع فيها اللي اتكلم عليها أبو عبيدة حصلت يوم السبت، وهو طلع السبت. السبع ثمان ساعات دول حصلت فيهم هذه الحادثة. هذا الكمين. الكمين حصل في أرض فضاء مكشوفة. طبعا دي أسهل حاجة بالنسبة لأي جندي، لو انه بيحارب في أرض مكشوفة مستوى الرؤية عنده 180 درجة، يقدر يبص في أي حتة. الحاجات المرتفعات والجبال دي في حاجات بتبقى خطر، ما انت مش عارف مين اللي هيطلع لي من ورا التبة، مين اللي باصص لي من فوق. لكن الأرض المكشوفة المستوية دي تبقى أخطر حاجة. فحصلت في أرض مستوية فاضية، والقوة اللي داخلة النفق اتقتلت، اللي هي القوات الخاصة. السلاح اللي عرضوه حماس دي بتاع القوات الخاصة اللي هي شطيط 13، اللي هي نخبة النخبة داخل الجيش الصهيوني. فحماس استدرجتهم، قتلت الفريق اللي دخل النفق، اشتبكت مع قوة الإسناد، لأن كل قوة بيبقى لها قوة مواجهة وقوة بتسندها من ورا. وبعدين خدوا الأسرى أحياء وأمواتا، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، خدوهم نظفوهم بالمعنى الحرفي، يعني اللي هو بيبقى كل حد فيه جهاز تتبع، كل جند صهيوني فيه جهاز للتتبع عشان يبقى عارفين ده راح فين، اتخطف اتقتل، فبيبقى فيه جهاز تتبع. فنظفوهم من أجهزة التتبع وخدوهم أسرى ونقلوهم في أماكن جديدة، ما هوش هيحطوهم في نفس النفق اللي اتاخدوا فيه، وينقلوهم في أماكن أخرى ويأمنوا أماكنهم ويصوروا الفيديو ويمنتجوه ويبلغوا القيادات وياخدوا قرار ويذيعوا الفيديو، كل ده في 6 7 ساعات. لأن هذه العملية كفيلة بأنها تقتل تماما ما تبقى من ثقة في هذا الجيش الصهيوني. عملية خطيرة جدا جدا. والنهارده كمان عملية ضرب الصواريخ بتاع تل أبيب، اللي هو بيقول لك بعد 283 يوم 233 يوم أنا لسه عندي صواريخ تقدر توصل لحد تل أبيب، وبضربها منين؟ من رفح اللي أنت بتقول إنك أنت دخلتها عشان تسيطر عليها. الحقيقة يا جماعة اللي بيحصل ده فوق تصور العقل البشري. إبراهيم المدهون كتب قراءة للفيديو، فيديو أسر الجنود الذي بثته قناة القسام بعد خطاب أبو عبيدة مباشرة. يبدو الجندي حيا، وحركة يده لتغطي وجهه تدل على وعيه أيضا. الجنود بالزي العسكري الكامل، ولابد أن هويتهم العسكرية معهم، وهناك ما سيعلن عنها بالوقت المناسب. نوعية السلاح اللي ظهرت تستخدم عادة في قتال الأنفاق، ولا تستخدم ضمن قوات الاحتلال العادية. هذه إما قوات نخبة أو عناصر غربية مرتزقة. إذا أصر الاحتلال على إنكار أن جنوده تعرضوا للأسر، فقد يكون هذا مؤشرا أن هؤلاء الجنود من المرتزقة أو قوة غربية. ولكن في هذا أهمية لإثبات أن القسام تقتل أكثر بكثير مما يعلن عنه جيش الاحتلال، وعن اشتراك المرتزقة بشكل واسع في هذه الحرب.
وده كلام الحقيقة ترد عليه النهاردة. قد يكون الاحتلال معولا على استرجاع هؤلاء الأسرى أو قتلهم أو قتل أسريهم، ويناور بالإنكار الآن ليكسب الوقت، لكن الحقيقة مفيش أي حاجة من دي. النهاردة في اجتماع دلوقتي حالا شغال لحكومة الحرب ليناقش اتفاقية الأسرى، الآن وأنا بكلمكم في اجتماع شغال، والمظاهرات المظاهرات أمام وزارة الدفاع الآن. المظاهرات أمام وزارة الدفاع الآن بتطالب الصهاينة بأنهم لابد على الموافقة على الهدنة، لأنه خلاص أصبح الآن معلوما بالضرورة أنه ما فيش أسير هتاخدوه حي. انتهى الموضوع 233 يوم. فتشت غزة كلها، جبت شمال غزة ودخلت جنين ودخلت جباليا ورحت رفح ورحت كل حتة، ما قدرتش تجيب أسير واحد حي. يائير لبيد زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق بيقول يواصل نتنياهو نشر الكذب المقيتة حول الرفض من جميع الجهات التي لم تكن موجودة ولم تخلق، حتى ننسى أنه في عهدي وتحت مسؤوليتي مات معظم اليهود منذ المحرقة. أكثر كمية يهود ماتوا بعد المحرقة ماتوا بعد طوفان 7 أكتوبر. ولقد سئمنا جميعا من طريقتي الأبواق وآلة السم تنشر الأكاذيب، وهو ينفي بشدة أنه لا يعمل لصالح أحد مع نتنياهو، لن نربح الحرب، عليه أن يذهب. طبعا العاجل هو هيئة البث الإسرائيلية بتقول أن المنظومة الأمنية تعتقد أنه من الممكن التعامل مع طلب حماس وقف إطلاق النار ضمن الصفقة. يعني أخيرا نخوا. الشرط الأساسي اللي كان موقف الهدنة أن حماس مصممة على وقف دائم لإطلاق النار، مع بقية حاجات تانية بقى، إعادة إعمار وإخراج، بس أهم حاجة أن وقف دائم لإطلاق النار. نتنياهو راسه ألف جذبة، لا زي ما قلت لكم، لأنه نتنياهو عارف أنه مجرد ما يتوقف الحرب هيتفتح عليه كل الجبهات. فبعد اللي حصل امبارح والنهاردة، بعد أسر الجنود وبعد صواريخ تل أبيب النهاردة، جابوا ورا على رأي اتش دبور، جابوا ورا ولسه هيجيب ورا أكتر إن شاء الله. وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون بيتكلم على إنه نتنياهو ضحى بالمختطفين وسيجلب الخراب لإسرائيل. ده كلام رئيس وزير الدفاع السابق. الكلام الآن على الخراب لإسرائيل، حرب وجودية، وتلاقي بعض المتصهينين العرب طالعين يقول لك ويش سوت المقاومة؟ ليش عملوا كده في الناس؟ ليش موتوا 30-40 ألف؟ القرآن جه عشان كده. ربنا سبحانه وتعالى اختار معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزة دائمة عشان كده. معجزات الأنبياء قبل كده كانت معجزات لحظية لمن رآها. سيدنا موسى معجزته في العصا، اللي ما شافش مشهد انشقاق البحر خلاص. وسيدنا عيسى معجزاته في إحياء الموتى وشفاء المرضى والحاجات دي، اللي ما شافهاش خلاص. لكن احنا معانا معجزة بين إيدينا قاعدة